ايه ده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من المنصوره وبالتحديد امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق غزل المحله في الجوله الخامسه للدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي بيدخل اللقاء وهو على القمه وهو على الصداره بعد تحقيق العلامه الكامله في اربع مواجهات امام الاسماعيلي ثم الزمالك والبنك الاهلي والمقاولون للعرب مؤخرا. وفريق غزل المحله بيدخل اللقاء وهو يحتل المركز الرابع طبعا بعد تحقيق الانتصار في لقائين والتعادل في لقائين. مواجهه صعبه جدا طبعا بتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق غزل المحله اللي هتقام في تمام الساعه 5:30 على استاد غزل المحله، ومواجهه ما بين مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي والكابتن محمد عوده المدير الفني لفريق غزل المحله اللي عامل طفره هذا الموسم مع فريق غزل المحله. خليني اكلمك على فريق النادي الاهلي واستعدادات فريق النادي الاهلي لهذا اللقاء يا كابتن ايمن، يعني عقب اللقاء الاخير وفوز النادي الاهلي على فريق المقاولون العرب بهدف احرزه اللاعب حمدي فتحي سريعا، انت عارف الفتره قصيره جدا يعني فتره تلاحم المباريات مع عوده اللاعبين الدوليين ثم مباراه المقاولون ثم مباراه المحله اليوم ثم مباراه سموحه ان شاء الله يوم الخميس القادم، فتره صعبه جدا. لكن مستر بيتسو موسيماني عقب مباراه المقاولون العرب يعتبر الفريق ادى تدريبين، يعني تدريب اول مستر بيتسو موسيماني كان عباره عن استشفاء للاعبين اللي شاركوا في المباراه ثم الشغل الفني او الخطه اللي اشتغل عليه في التدريب بالامس. حاول يركز مستر بيتسو موسيماني على بعض الجوانب الخططيه مع اللاعبين واستغلال الكرات الثابته وتنويع المحاور الهجوميه واستغلال انصاف الفرص، خاصه ان فريق غزل المحله واحد من الفرق اللي بتلعب بطريقه دفاع المنطقه امام فريق النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني بالامس في المران وقف التمرين اكتر من مره علشان يقدر ينفذ بعض الجمل اللي عايز يطالب اللاعبين ان هم يطبقوها في هذا اللقاء. النهارده طبعا بيغيب عن النادي الاهلي مجموعه من اللاعبين والعناصر الاساسيه ابرزهم حمدي فتحي بعد حصوله على الكارت الاحمر في لقاء المقاولون العرب، طبعا بيغيب عن هذا اللقاء لكن ان شاء الله يكون موجود مع الفريق في المباراه القادمه امام فريق سموحه. ثم بيغيب ايضا طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا محمود متولي ومحمود وحيد ومحمد محمود وصلاح محسن طبعا للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. طبعا من المقرر النهارده طاقم تحكيم لاداره هذا اللقاء يكون الكابتن محمد الحنفي هو حكم الساحه، هيعاونوا احمد حسام واحمد صلاح والحكم الرابع صبحي العمراوي، اثنين على تقنيه الفار عبد العزيز السيد وابراهيم محجوب. لو هنتكلم على كواليس النادي الاهلي اليوم طبعا تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة 1:30 ثم المحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسيماني اللي كانت في تمام الساعة 2. عايز أقول لك يا كابتن أيمن مستر بيتسو موسيماني يعني عمل جانب تخصصي شوية في المحاضرات، يعني محاضرة خاصة باللاعبين اللي بتلعب في خط الهجوم أو الشق الهجومي، عمل محاضرات منفردة ثم المحاضرة المجمعة مع اللاعبين. حاول مستر بيتسو موسيماني بينبه وبيركز مع اللاعبين على ضرورة وأهمية هذا اللقاء، خاصة إن فريق غزل المحلة واحد من الفرق اللي كان عقبة أمام الأهلي الموسم الماضي بهزيمة النادي الأهلي على استاد غزل المحلة. مستر بيتسو موسيماني طالب اللاعبين عرب بعض الجمل وبعض يعني الأخطاء اللي وقعنا فيها في مباراة المقاولون العرب وكيفية استغلال أنصاف الفرص، وطالب اللاعبين بالتركيز وبضرورة إحراز هدف مفاجئ مبكر إن شاء الله يسهل علينا اللقاء. تقدر تقول إن حالة اللعيبة التركيز اللي عند اللاعبين أيمن أشرف ودوره الكبير جدا مع اللاعبين محمد الشناوي ووليد سليمان وكباتن النادي الأهلي ودورهم مع لاعبي النادي الأهلي والتحفيز المستمر، أيضا الثنائيات اللي بنشوفها ما بين اللاعبين سواء السوليه مع اليو ديانج ايضا بدر بنون وايمن اشرف، تقدر تقول ان الكواليس ان شاء الله يا كابتن ايمن تنبأ ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كويسه. عايز اقول لك برضو ان درجه الحراره هنا في المنصوره وايضا هتكون في غزل المحله 24 درجه مئويه، الجو ان شاء الله مناسب وملائم ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه جدا ما بين فريق الاهلي وفريق غزل المحله. تبقى ان شاء الله توفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، وايضا العداله التحكيميه اللي بنأكد عليها في كل المباريات سواء للنادي الاهلي او سواء للمنافسين، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.